بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والله يحب الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. يا أيها الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يا بل الله مولاكم وهو خير
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سنلقي في قلوب الذين كفروا وبئس مثوى الظالمين وبئس مثوى الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ولقد صدقكم الله وعده ولقد صدقكم الله وعده
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الآخرة والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا بل الله مولاكم بل الله مولاكم صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير
الناصرين. يا أيها الذين آمنوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم
والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم فأثابكم غما بغم تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله بما تعملون إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فأثابكم غما بغم لكي تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم.
الدماء. أبو الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هكذا خط الإيمان والإسلام. كنا نستمع القرآن الكريم من فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور على مكبرات الصوت الفراش الحديثة الكبرى والمعرض الفني كتركبت من تحت درجة الموكل على الله الحاج عبد الخالق زغلول المقيم بمركز ومدينة تيتا البرو. حضرة السادة المعزيين الكرام شكر الله سعيكم جميعا وإن لله وإنا إليه راجعون.